بنا المكرمات وراياتنا رفرفت في السماء. رأيت الهلال كطير ينادي ويحمل أشواقنا للقاء، ونجم أتاني بوعد لأني رسمت النضال بعلم العلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مصطفى التميمي ورحب بكم في قناتنا قناة قادة المستقبل، ورحب بكم أنا شخصيا في برنامجي برنامج الأقصى مع مصطفى. في الحلقة السابقة تكلمنا عن المسجد الأقصى، تكلمنا عن نشأته وبنائه وشكله ومساحته وموقعه، واليوم سوف نتحدث عن المسجد الأقصى في القرآن والسنة. ذكر القرآن الكريم منطقة المسجد الأقصى في لفظة محددة، وهي المسجد المشتقة من فعل سجد أي موضع السجود، وهو مكان العبادة. يعتبر القرآن الكريم منطقة المسجد الأقصى مسجدا بغض النظر عن التغيرات العمرانية التي طرأت عليه، وبذلك فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن أول من أسس المساجد وأنشأها، ولكنه صلى الله عليه وسلم أحيا فكرة بناء المساجد التي من قبل. وقد ورد ذكر أول مسجد أنشئ على الأرض فيه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وفي الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: وكم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي. ميمونة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن الصلاة فيه بألف صلاة. قالت: أرأيت إن لم نطق نتحمل إليه ونأتيه؟ قال: فليهدى إليه زيتا يسرج في قناديله، فإن من أهدى إليه كان كمن صلى فيه. هكذا أنهينا الحلقة الثانية، وفي الحلقة الثالثة سوف نتحدث عن المسجد الأقصى، عن أسماء المسجد الأقصى والأرض المباركة والأرض المقدسة. لا تنسوا الضغط على اللايك والشير والسبسكرايب.